أهلا بكم مشاهدي الكرام في المناظرة اليومية. هل فشلت ورشة البحرين بمفهوم السلام الاقتصادي الذي عنون محور اللقاءات؟ يلوح المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلت بهذا الأمر قائلا إنه لا قيمة للسلام الاقتصادي دون الحل السياسي، أمر لم يقله صهر الرئيس الأمريكي كوشنر عندما عرض ملامح الخطة الاقتصادية من خطة السلام الأمريكية، ولكن غرينبلت أكد أنه لا معنى من استخدام مصطلح حل الدولتين في الخطة، رافضا الحديث عن المستوطنات بمفهومها الحالي، مشيرا إلى أنها أحياء سكنية. هل بالفعل ما يقوله غرينبلت يدل على أن ورشة البحرين بشقها الاقتصادي لم تثمر عن شيء، أم أنها محاولة أمريكية للإبقاء على بعض الأمل لتمرير خطة السلام؟ ماذا عن القيادة الفلسطينية التي تتعرض إلى أزمة مالية واقتصادية؟ هل صحيحة الأنباء التي تتحدث عن عودة علاقاتها سرا مع واشنطن؟ حول ذلك انضم الينا في الاستوديو الدكتور احمد غنيم القيادي في حركه فتح. دكتور احمد مرحبا بك معنا، ودكتور رؤوفن بيركو الباحث والمحلل السياسي الاسرائيلي مرحبا بك. دكتور رؤوفن دعني ابدا معك، شاهدنا تصريحات غرينبلت يربط الحل السياسي بالحل الاقتصادي، نوعا ما يخالف ما قاله كوشنر في السابق عندما ركز على السلام الاقتصادي وقال بان السلام الاقتصادي يؤدي الى تسويه الامور السياسيه. لا اعتقد انه هذا يناقض ذلك هذاك، وانما يعني تكميلا له. الفكره الامريكيه يبدو لي انها تشبه بطريقه او باخرى التفكير الاسرائيلي منذ اوسلو، والذي يفترض تفاؤلا انه ما يبدا بشكل ايجابي ويثمر ويزدهر الامر والكل يفهم المنفعة من مسيرة سياسية اللي أولها بده يكون اقتصادي. هذا أنا بسميه operational code بالإنجليزية، هو المنهج الحركي الذي يقود أمريكا وإسرائيل من خلال نوع من غباء لماهية الفيلسوفية الفلسطينية التي تعتمد على العكس. هم يريدون الحصول على إنجازات، نعم، ولا يهمهم حتى منفعة شعبهم. أحيانا نرى أنه المنفعة الشعب الفلسطيني حتى في هذه الأيام الصعبة والتي يعني نتيجة القرار الفلسطيني الذاتي يمنع من شعبهم الازدهار والرفاهية، يعني هم يعني يقصدون بذلك إثارة أو التوتر في الهواء، ولا يهمهم الأحوال الموضوعية للشعب الفلسطيني. وأقول أنه هذا الغباء الإسرائيلي الأمريكي يفترض أنه إذا عرضت للفلسطينيين مناخ أو أقليم مناخ اقتصادي مزدهر سوف يؤدي بهم الأمر إلى التقدم والمضي قدما إلى الاتجاه السياسي. هذا غلط. الفكرة لازم تكون استغلال المعطيات السياسية والحكي المباشر مع الفلسطينيين، ما هو وارد وما هو مستحيل. ويعني عندما فهم هذا تحليلي الأمريكان أن الإغراء الاقتصادي لا يؤدي بهم إلى التقدم إلا بموضوع آخر أحد اللي هو يعني فشل مؤتمر المنامة. لا بالعكس، هذا اللي كان حبيت أقولك، سؤالك جيد. الافتراض الأمريكي الإسرائيلي السابق كان ما يسمى أيضا بالإنجليزي bottom up، يعني من الفلسطينيين اتجاه العالم العربي، وتبين أن الاتجاه نحو السلام يأتي top down من الدول العربية إلى السياسة المحلية. وأعني بذلك أن الدول العربية في هذا المؤتمر فهمت أن العراقيل تضاهى السلطة الفلسطينية بطريق السلام هي عراقيل ناتجة عن يعني أهداف غريبة عن المسار السلمي، ولذلك الكل اليوم ينتظر من الفلسطينيين التقدم. طيب دكتور، هذا هو الإنجاز، ولا وبغض النظر التصريحات الأخيرة تؤدي إلى استيعاب المعطيات الجديدة. طيب دكتور أحمد، كيف يمكن قراءة هذه التصريحات، ربط الحل السياسي بالاقتصادي والتأكيد على هذا الأمر، على الرغم من أن كوشنر قال بشكل واضح السلام الاقتصادي هو المهم؟ في نقطة أخرى غرينبلت قال لا معنى للحديث عن مستوطنات إنما أحياء سكنية، وقال لا معنى للحديث عن حل الدولتين أيضا. دكتور،
كيف يمكن أن تقرأ ذلك؟ شوف، بعض السياسيين في الولايات المتحدة ممكن أن يعني يبيعوا الوهم، وأن يبيعوا الوهم حتى لأنفسهم، ولكن هذا الوهم يظهر على أرض الواقع أنه وهما ولا يمكن أن يتحول إلى حقيقة. وفي الواقع السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية سيكتشفوا أن هذا الوهم لا يمكن بيعه، وأن السلام الاقتصادي هو وهم، وورشة المنامة ولدت ميتة وانتهت بفشل ذريع. وبدأ الأمريكيين يشعروا بأنه لا يمكن أن يفرضوا حلا على الفلسطينيين لا يرضوه الفلسطينيين، ولا يمكن أن يأتي أن يكون هناك سلام، أن يؤسس لسلام دون أن يتم الاستجابة للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. يمكن الولايات المتحدة الأمريكية والإدارات الحالية تحاول تجاهل ذلك. أنا أقرأ ذلك باتجاهين. الاتجاه الأول هو أنهم يصطدموا بحائط الحقائق يوما بعد يوم، وبالتالي يكتشفوا أن سياساتهم في هذه المنطقة ليست لها أقدام تسير عليها، وأن المراهنة على بعض يعني الأشخاص في الخليج العربي هي مراهنة ليست في مكانها ومراهنة هل هو تراجع في الموقف الأمريكي دكتور؟ واثنين من ناحية تكتيكية، أيضا هو محاولة تكتيكية لرمي طعم جديد للفلسطينيين، يتحدث عن مكونات جديدة في موضوع ربط التسوية السياسية بالتسوية. نحن لا نتحدث عن مفهوم تسوية سياسية وتسوية اقتصادية، نحن نتحدث عن حقوق، نتحدث عن تسوية تقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس. هذا هو الذي اعترف به العالم، هذا الحل الذي اعترف به. وما دامت الولايات المتحدة الأمريكية يعني تنأى أو تتجاهل ذلك، فكل التلميحات لن تفيد. حتى هذه التلميحات اللي لها علاقة بربط المسار الاقتصادي بالمسار السياسي هي تلميحات تقرأ من جانبين. الجانب الأول يصطدم بالحائط، حائط الحقيقة أنهم لا يمكن أن يفرضوا شيئا، ومن جانب آخر يحاول أن يرموا خيطا جديدا، طعما جديدا، معتقدين أن الفلسطينيين قد يلتقوا. طيب دكتور بيركو، كانوا يتحدثون في البداية عن أن هذه الخطة ستمر من دون الفلسطينيين، المؤتمر سيعقد من دون الفلسطينيين، يوجد نوع من الموافقة العربية الخليجية، قيل في بعض المرات حتى هناك من قال بأنه لا يهتم لرأي السلطة الفلسطينية، حضرت السلطة أم لم تحضر، هناك صفقة كبيرة ستمر. الآن نشاهد نوع من التراجع لربما في هذا. لا، هذا غير صحيح. أقول لك لماذا. خرج على أول شيء لم يصطدم الأمريكان كما كوشنر وغرينبلت. لا. صحيح. لم تفسير التصريحات وكأنها متناقضة غير صحيح. الاصطدام إذا استعمالا لأقوال الدكتور غنيم، الاصطدام هو اصطدام فلسطيني يومي بالمعطيات الجديدة في الشرق الأوسط. ما سماه بعض الشخصيات في الخليج العربي هم قادة والمسؤولين والزعماء الدول العربية في الخليج وفي مصر وحتى بالأردن على المخفي، ولكن كل ما يدور اليوم في الشرق الأوسط وعكس ما يقول بعض الشخصيات ويوصفهم بالتهميش وكأنهم شخصيات يعني على الهوامش، هم الزعامة العربية. الأمريكان لم يصطدموا ولن يصطدموا لأنه المعطيات وصلت درجة أنه الطلبات الفلسطينية كما كان المثل العربي إذا أردت أن تطاع فأطلب المستطاع. فما يتمسك به الفلسطينيين بالشعارات القديمة يعني وكأنهم لا يفهموا المعطيات، تغيير المعطيات والخلبة السياسية والجيو استراتيجية في الشرق الأوسط، ويتمسكوا بطريقة نوع من ما ولدانية بالمقولات والشعارات الوطنية القديمة. القدس ما حتصير عاصمة لدولة عمرها ما كانت، ولا يمكن ولن يمكن أن تتحول القدس إلى عاصمة لدولة يوما ما مستقبلية إن شاء الله لأول مرة في التاريخ. وحتى من خلال قدسيتها لم يسبق لذلك مثيل أنه تتحول دولة مدينة اللي فيها مكان إسلامي مقدس إلى عاصمة، مثل ما لم تتحول المدينة أو مكة المكرمة والمدينة المنورة. فمكة المكرمة والمدينة المنورة لم تتحول. لذلك تكميلا لما قلته، هذه ما تفضل به ضيفك الكريم، هذه شعارات 67 والقدس وكذا، ولم يذكر ما يتمسكون به اللي هو عودة اللاجئين كما يعني تعودنا. هي طلبات مستحيلة، واليوم الذي يستيقظ به سوف يتم الحل الأمريكي العربي كما يتوقعونه.
كل الزعماء العرب والإسرائيليين في هذه المنطقة. لماذا غيرت اللهجة بالتحديد بالحديث عن أن الصفقة لن تمر إلا بموافقة الفلسطينيين؟ هذا كان افتراض مبدئي. لم يعني حتى في تصريحات جرينوالد الأخيرة قال إن كل ما يصل إليه طرفين الفلسطيني والإسرائيلي سوف يوافق عليه الأمريكان، وذكر بهذا النطاق زعيم الفلسطيني أبو مازن والسلطة الفلسطينية. لم يتجاهل أحد أن دور، وأنا أيضا أذكر ذلك هنا من خلال الاحترام والقبول بهذا المبدأ. دكتور بيركو في ورشة المنامة لم يحضر الفلسطينيون، عقدت الورشة وكان طرف الفلسطيني أول موجود. شيء يعني تسربت معلومات أنه حضر بعض رجال أعمال نعم غير لا مش بس هيك اثنين نكرة لا علاقة لهم بالشعب، يعني ما فيش لهم أي وزن بالشعب الفلسطيني. طيب ما حضر الشعب الفلسطيني، قالوا إنه حتى ابن أبو مازن وصل هناك يعني غير صحيح على الإطلاق. على أي حال هذا مش مربط الفرس. مربط الفرس هو التجاهل للفلسطينيين، وكأنهم أوقفوا عجلة التاريخ وتمسكوا بمعطيات افترؤوها ويريدون تحقيقها بغض النظر الأمر مستحيل. دكتور بيركو لنكون في النصف أيضا، دكتور أحمد، خرجت أنباء في الآونة الأخيرة تتحدث عن عودة العلاقات مع الإدارة الأمريكية بين السلطة والإدارة في ظل هذه الأزمة، وكأن هناك أيضا تراجع في الموقف الفلسطيني فيما يتعلق في العلاقة ليس في الصفقة، مما يدل على تغيير موقفه. طيب سألنا هذا السؤال، تفضل دكتور أحمد. شوف أنا في مقدمتك إنه هناك بدأت علاقات سرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، نحن لا نحتاج علاقات سرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا كان هناك ضرورة لهذه العلاقات ستكون علنية وستكون يعني أمام الأضواء وأمام العالم. لكنها أوقفت بقرار فلسطيني، أوقفت وما زالت متجمدة العلاقات. يعني أنباء غير صحيحة دكتور. أنباء غير صحيحة. الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن نأت بنفسها عن عملية التسوية كراعي لعملية التسوية وتحيزت بشكل عدواني لدولة الاحتلال بإعلانها القدس عاصمة لدولة جمدت الاحتلال، جمدت العلاقة ولم تتجدد لغاية الآن. وإذا كان هناك تغيير في الموقف الأمريكي باتجاه الاعتراف بحل الدولتين كأساس للتسوية السياسية، يعني لا مانع من عودة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن لا نبحث لا عن شكل ولا عن اشتباك، ولكن غيبت تكون دكتور أحمد لا مصطلح الدولتين. لازم نكون واضحين، نحن كفلسطينيين لا نبحث لا عن شكل ولا عن اشتباك مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكننا لا يمكن أن نقبل بوسيط يدعي أنه وسيط وهو منحاز بشكل عدواني لصالح الاحتلال ولموقفه العدائي اتجاه الشعب الفلسطيني. الولايات المتحدة الأمريكية إذا غيرت موقفها سيكون لكل حادث حديث. ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة بموقفها، وما زالت شروطنا كما هي فيما يتعلق بإعادة هذه العلاقة. دكتور بيركو، ما قاله غرينبلات أيضا بأنه لا حديث عن مصطلح دولتين، أكد ذلك وقال بشكل يعني واضح في الوقت الحاضر نعم لم يشمل الحديث عن الحال صحيح. والنقطة الثانية والأهم عن المستوطنات، قال لا يوجد مستوطنات إنما هي أحياء سكنية. شوف هذه اللي بسموها سيمانتكس بالإنجليزي، معناها التلعب بالكلمات. سميها قد ما بدك، حتى بالمكالمة وبالمحادثات مع الفلسطينيين كان المتفق إنه المستوطنات الإسرائيلية أو سيتلمنتس أو إيش ما سميتها سوف تضل منطقة سي، ويتم تبادل أراضي. يعني سيبك من الأمريكان، الفلسطينيين استلموا ذلك ووافقوا على تبادل الأراضي. نعم. هم يعلمون إنه إحنا لا يمكن أن نسحب أو يعني نصبب حالة من الفلتان بواسطة انسحاب المستوطنات للوراء. هذه واقعية لن تتغير أبدا، ولكن عرض الإسرائيليين خلال تفاوض مع الفلسطينيين تبديل أراضي مقابل المستوطنات، وما عكس ما ينعكس أن أقوال الأمريكان هو بمعنى آخر إنه المستوطنات سوف تضل. لم أفهم من المنهج الأمريكي أو الكلام الأمريكي بالإنجليزي أنهم ألغوا فكرة الدولتين، ولم يلغيها الإسرائيلي أيضا. فكرة الدولتين مشمولة وهي زي عنوان موجود، ولكن السؤال تحت أي مضمون، يعني فوق أي مضمون. السؤال هو دولتين شو معناها؟ هل إمكانية الفلسطينيين باستعمال السلاح؟ هل بإمكانهم أن يسيطروا على نهر الأردن ويهربوا أسلحة مثل ما قاموا به إخوانهم الفلسطينيين الموجودين في حدود مصر؟ هل معناها أنهم ينصبوا من الصدسة وريخ باتجاه تل أبيب من جبال شمرون؟ هذا لا يحصل. هم وهل معنى ذلك دولة اللي هي
يعني تفسيرهم إقامة دولة تكون إمارة إسلامية مستقبلية أو إمارة إرهاب كما تعودنا من قطاع غزة. هل هم فعلا يوهمون أنفسهم أننا سوف نوافق يوما على عودة ما يسمونه لاجئ بالوراثة؟ طيب دكتور لاجي أحمد. واحد لن نوافق على ذلك. فالتمسك بهذه الأوهام هو عرقلة المحور الأمريكي. هو يقول بأن هذه المفاهيم غير مطروحة ولن تطرح. شوف في التجارب العالمية مع الثورات العالمية في هذا الواقع كل الاحتلالات قالت نفس الكلام أنها لن تقبل يعني بإزالة المستوطنات على سبيل المثال. يعني حتى جاء ديغول، خذ التجربة الجزائرية، حتى جاء ديغول وحملهم بالسفن وعادوا إلى البلاد التي جاءوا منها. وبالتالي هذا كل محتل هو لا يتعلم من التاريخ ويبقى يستخدم نفس الإصطلاحات. الموضوع مش موضوع أنه يقبل أو لا يقبل. الاحتلال لا يخرج من أرض احتلها يعني لأنه اكتشف يوما أنه مذنبا. الاحتلال يخرج مرغما من هذه الأرض، ومرغما إما بإرادة الشعوب التي تستمر في مقاومتها لهذا الاحتلال وتجعل كلفة الاحتلال كلفة عالية لا يستطيع أن يدفعها هذا الاحتلال، وإما بتوافق دولي ويعني تحالف العالم ضد أي فكرة عنصرية مثل ما حصل في جنوب أفريقيا. نضال الشعب في جنوب أفريقيا أطاح النظام العنصري، ولكن كان الموقف الدولي له تأثير كمان كبير في إزالة النظام العنصري في جنوب أفريقيا. وبالتالي هذه العناصر دكتور بمعنى أن الاحتلال عندما تنضج الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي ترغمه على ذلك ويصبح استمراره وكلفته عالية سيستجيب للحقوق الفلسطينية. مش هيستجيب هيك بانطلاقة. نحن سنقيم دولتنا الفلسطينية على أرضنا الفلسطينية وسنحقق العودة إلى أرضنا الفلسطينية وستزال المستوطنات غير الشرعية عن هذه الأرض الفلسطينية. ونحن بالمناسبة حتى نكون واضحين، نحن نريد دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على كافة الحقوق التي لكل الدول. إذا كانت دولة إسرائيل دولة مسلحة فنحن لا نقبل بدولة منزوعة السلاح. عندما تصبح دولة إسرائيل منزوعة السلاح نتحدث عن دولة فلسطينية منزوعة. صحيح. نريد دولة فلسطينية كاملة السيادة لا يحق لدولة الاحتلال الداخل فيها. طيب وعلى فكرة المستوطنات ليس كما ذكرت أنت، المادة 17 في اتفاق أوسلو بتقول أن المنطقة هي منطقة فلسطينية، يجب أن تعاد للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال 18 شهر من إعلان المجلس التشريعي الفلسطيني. صحيح. دكتور ما يقول هذا بالنص لحظة. أنا أقرأ لك بالنص اتفاق أوسلو إلى أنت من مشكري، أنا أقرأ لك بالنص المادة 17 في اتفاق أوسلو وسأحتاج طبعا دكتور أنا أقرأ بالنص هذا الاتفاق الذي حفظته غيبا. طيب دكتور أحمد باقتضاب يعني قبل أن أنتقل دكتور بيركل ونعطي حق الرد أيضا، إسحاق شمير في السابق رئيس الوزراء الإسرائيلي أرسل رسالة للرئيس الراحل ياسر عرفات وقال له بشكل واضح لن يكون هناك أي حكومة إسرائيلية توافق على دولة فلسطينية بمفهوم الفلسطيني. ويعني هنا أيضا دكتور بيركو يقول بشكل واضح لن يكون هناك دولة بالمفهوم الفلسطيني، كيف ترد على ذلك دكتور؟ شوف أنا حكيت بشكل واضح أن الاحتلال لا يمكن له أن يقبل من تلقائه نفسه حقوق الآخر، حقوق الشعب الذي يحتله. هذه معادلة يعني لن تقوم معادلة يقبل فيها الاحتلال بنفسه. الاحتلال يجبر على الاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. نحن نتحدث عن حقوق شرعية للشعب الفلسطيني ولا نتحدث عن مني من هذا الاحتلال، لا من شمير ولا من تياهو ولا من أي قيادة صهيوني. استمع لحضرة الدكتور أحمد غنيم كان ممكن يفهم أنه نغمة التهديد أنه إجبار ويعني قهرا بالعدو. شوف هذه المصطلحات وكأنها تطاوق الذهن العقول الناس، بيهدد في الإرهاب، عودة الإرهاب لإجبار العدو الصهيوني بالانسحاب كما قال والانتحار كما قال كما فهم من كلامه. إذا يعني يتحنى بعودة ما يسمى بست مليون كما يزعمون لاجئ إلى داخل الأبارتهايد الصهيوني، هذا معناه كما ينوي بكل معنى الكلمة إبادة الدولة الإسرائيلية، واليهود لم يصلوا لدرجة التياسة على الذي يتوقعها منه. السؤال الثاني هو فكرة المقارنة مع جنوب إفريقيا. يعني شوف هؤلاء دولة فاسدة والتي تعتقل الناس وتعذبهم بشكل حتى في جنوب إفريقيا لم يكن به، وتابع ما يصير عندنا في دولة إسرائيل مساواة مطلقة. هناك الكثير ما يجب إصلاحه، ولكن
العالم فهم أنه أي مقارنة بين ما يسمى السلطة الفلسطينية والدول العربية حتى وبين ما يصير في إسرائيل هذا رمز الديمقراطية والحرية. النقطة الثالثة اللي ذكرها اللي هي يعني موضوع المقارنة بين ديغول وفرنسا والمشروع الكولونيالي الفرنسي. نحن عدنا إلى دولتنا إلى أرضنا الموعودة. طيب بالقرآن أرجوك بس تكمل هذا الكلام، هذا بند مهم في نقد ما قاله. نحن لم نأتي يعني مبعوث بيزنطي وصليبي إلى أرض ليست لنا، وليس لنا شيء نرجع إليه مثل الكولونيالية الفرنسية إجت إلى الجزائر ورجعت منها. نحن عدنا إلى هنا، ليس لنا أي مكان نرجع منه، هذه دولتنا. بينما هم افترأوا تاريخ، افترأوا منطرة، افترأوا حجة لا يمكن أن تنفذ، بما في ذلك دولة ذات كامل السيادة. عرفنا أنه هم العنصر الإرهابي الذي علم العالم كله تفجير طيارات، دكتور نعود نعود أخذ الرهائن، دكتور بيركو لم تقول هم اللي علموا كل الحركات الإسلامية، لن تقول هم يريدوننا أن أسأل. نقبل بسيادة عسكرية فلسطينية مثل ما صار في غزة، لن تقول هل يوقل ذلك؟ دكتور لن تقول دولة فلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة كما يطلب الفلسطين. هذا خليط من الأوهام والوعيد والتهديد، أوهام والتهديد دكتور هو يقول هذا مرفوض يعني هذا واضح خرج على لسان قادة إسرائيليين كثر. دكتور أحمد لذلك أنا أبدأ من الآخر، هو يتحدث عن حقوق تاريخية اليهود فلسطين ويريد أن يقول القرآن ما لم يقله. لا يوجد أي حقوق لليهود فلسطين. خذ كل الكتاب زي فورتسخ شو قال، ويهودي زي فورتسخ ولا اسمه أحمد غنيم، زي فورتسخ اسمه، زي فورتسخ شو قال، سيفاجئ العالم مما أقول ليس فقط اليهود، أنه لم يكتشف أي أثر له يثبت علاقة لليهود في فلسطين، ولا يوجد أي علاقة. ناديف نامان بالفترة الأخيرة قال أيضا لم يكتشف أي أثر له علاقة باليهود. كل المؤرخين في لينكشتاين كلهم يهود الذين قالوا هذه الرواية غير حقيقية وهذه الرواية لا علاقة لها بالواقع وهي عبارة عن شتات أسطورات من هنا ومن هناك تم تجميعها وتأليف تاريخ تأليفا فقط، يعني صنعوا تاريخ لا وجود له من شتات قصص وأوهام لكتاب من أرادوا أن يكتبوا هذا التاريخ. و16 قرن من الكتابة والتزييف، يعني من يوسف اللي بدك أخذوا من كل المؤرخين وكتبوا ما يريدون وصنعوا تاريخ، وهذا ما قالوه علماء كانت الحكومة الإسرائيلية كلفتهم بإعداد وثائق تاريخية مثل زيف هورتسوخ، علماء يدرسون في الجامعات في تل أبيب، هؤلاء علماء إسرائيليين اللي قالوا هذا التاريخ. أبدأ من هذه النقطة. نعم. لا تتحدث لي عن عودتك ما إلى لا أي معنى لا في التاريخ ولا في الواقع. أنت تفكر بكتابك المقدس. أنا أعرف ماذا قال الكتاب. القرآن الكريم يقول لا تقول القرآن ما يقوله. لماذا؟ أنت تشتم القرآن من جبل. أنا ما قطعتكش، أنا لا تقول القرآن كما تريد. هذه الجزئية وكل من بعدها لبني إسرائيل اسكنوا الأرض وإذا جاء وعد الأرض الآخرة جئنا بكم لفيفة. أرجوك يا زلمة، القرآن مش الإنجيل ولا التوراة. احتفظ دكتور أحمد، تفضل. أنا يعني بمسك برباط الجأش أمام ما تقول وأمسك نفسي حتى تكمل فكرتك. أنا أريد أن أكمل فكرتي. هذه الجزئية الأولى ما في علاقة. كاثلين كينيون اللي حفرت الأرض بكل طبقاتها قعدت 20 سنة تحفر لم تجد أثرا واحد لهذه الرواية الأكذوبة على الأرض الفلسطينية، ذلك ما كليش في التاريخ. هو يتحدث بحكم القوة، موجود بحكم القوة، وهي القوة غير أبدية، لم تبقى قوة لدولة في العالم أبدية، هذه القوة محدودة بالزمن، عندما تسقط هذه القوة يتغير كل هذا الواقع على هذه الأرض. هو بيقول إنه طيب عودة خمسة لا بسرعة تفضل. عودة 5 مليون فلسطيني إلى فلسطين هذا بيهددهم تهديد وجودي. لماذا عندما يدعي أنهم جاءوا إلى فلسطين دخلوا فلسطين 7 مليون من 48 لليوم دخلوا إلى فلسطين، لماذا لم يكن هذا تهديد وجود الفلسطينيين؟ إحنا كمان علينا يعني صار إحنا تمت عودة 7 مليون انتهت القضية. علينا أن نعتبر وجودك ب7 مليون وجود على أرضنا الفلسطينية تهديد وجود الفلسطيني بالمقابل. لماذا
لا تتحدث بنفس المنطق عن الفلسطينيين. هو يتحدث عن نفس الفلسطينيين لبيوتهم التي لا زالوا يملكونها انه بيهدد اسرائيل، بينما هو يتحدث عن عوده اشخاص الى فلسطين بعد 3000 عام يدعي لا علاقه لهم بهذه الارض، لا لهم بيوت ولا لهم املاك. احنا لا زلنا لا نتنفيت انه في 3000 عام على بعد من هذا الاستوديو بعشرات الامتار املاك اجدادنا في هذه ويتحدث عن 3000 عام. في مضمون الجزئيه السياسيه، الجزئيه السياسيه في الموضوع السياسي نحن نعرف الواقع السياسي، ولذلك تحدثنا عن حل واقعي يقوم على حل يقوم على اساس حل الدولتين الذي ترفض دوله الاقليم. هذا الكلام يعني نفى في حد ذاته ما قاله، لا وجود لبني إسرائيل في هذه الأرض، ويعني عودتهم بعد 3000 ينفي ما قاله بأول حديثه. أو أما هذا السؤال دكتور. السؤال عديم أي رصيد، لأن الكتب المقدسة أنا عايد من أمريكا ملايين من المسيحيين يؤمنون بيسوع المسيح اللي كان هنا لم يبقى دكتور أحمد غنيم ودكتور روبن بيركو. دكتور روبن بيركو محلل السياسة الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد غنيم القيادي في فتح، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام المناظرة اليومية، نشكر لكم حسن المشاهدة وإلى اللقاء.